السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تفاصيل الشكوى التلفاب لدى الطاس، يعني هذه هي التفاصيل وين أنهى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي كامل الإجراءات الإدارية والقانونية وأودع الطعن الرسمي على مستوى محكمة التحكيم الرياضية الطاس بلوزان السويسرية ضد قرار الهيئة الكاف باعتماد قميص نادي نهضة بركان المغربي. وبعد جلسة عمل بين وليد صادي وأمين العام للفاب نذير بوزناد بمحامين ثلاثة، يعني المكتب المحاماة من باريس وإيطاليا وسويسرا، تم الارتكاز في الشكوى الموعودة يعني الممدوعة على المستوى الطاس بعد إلغاء يعني اللقاء مع رئيس المحكمة على الجانب الرياضي والبعد السياسي، حيث تم يعني إيداع الشكوى بعدة مواد قانونية للكاف والفيفا والقانون، يعني بورد الدولي المشروع قوانين كرة القدم وتحديد المواد القانونية والتي تؤكد قطعا منع ارتداء أندية لقميص تحمل شعارات سياسية. هذه شو كيفاش اليوم وين نشوف كيفاش هاد الناس اللي لهنا هادو كاين رانا نشوف فيهم يعني الهيصر زعماء الهيصر والهيصر، هما هيصر زعماء الهيصر، وين أرادوا إلساق يعني خسارة المباراة بالاتحادية وليد صادي، وقعدوا باغي يديروا روحهم تاريخ مزيف. هذا اليوتيوب كاين واحد اليوتيوبر في الفيسبوك وكلش، ولا يقول لك مين روحنا حنا ديال الفيفا ولي تضحكوا علينا. هذيك مباراة، هذه ما تلعبتش، هذه قضية تاع الجزائر، ماشي كيف كيف. نتوما فما روحتو ضحكتو الغاشي على الجزائر، اضحوكا وقفه يعني وقفه مضحكه درتوها، درتو السينما روحتو وجيتو، روحتو زوج خطرات درتو السينما وجيتو باش تعرف القوانين. رئيس الاتحاديه هو المخول له بايداع الملف، حتى النادي اللي يتكفل به ويدي الملف ويدير هو رئيس الاتحاديه ماشي النادي. شكوى كيما هذه ماشي النادي، كاين ملف تاع النادي كاين بصح رئيس اتحاديه هو اللي يسمح له باش يدخل للفيفا ويقدم الشكوى ويقدم. هذه متالي كاع ولدي خويا، هذه متالي كاع. ثم هذو للناس اللي كانوا مأمنين مساكين يقول لك جماعه روحوا للفيفا مشاكره مسيلمة كذاب، مشي بالغايطه باش تجيب انت غسال الكلاب، واحد يغسل الكلاب تجيب الماتش، ماشي كيف كيف. انت ديت واحد يغسل الكلاب مشاكره، انت ديت واحد يغسل الكلاب، ديت واحد مخنث معاك، ماشي كيف كيف. ديت واحد دايه كاع الوديان، لما كاع الوديان تاع لافريك تاع الاوروب كاع دايتهم في كرشه، وديتها واحد انت باش تجيب الماتش، ماشي كيما هاك. وحنا فما عرفناكم بلي راكم تكذبوا، حنا نعرفوا قاعد الصوالح، يعني لازم اتحاديه هي اللي تحط اي ملف وكلش تستقبلها الفيفا، ماشي مشاكره واحد يغسل الكلام واحد مخنث واحد، ماشي كيف كيف. انتم تكذبوا، وهذه قضيه تاع مباراه، هذيك اغتصبك ايكابي في 10 ثواني الاخيره، هذاك هو اغتصاب، هذاك هو الاغتصاب. شوف ماشي كيف كيف. وتأكدت نية المبنية يعني لنادي المغرب في تسييس المباراة في كرة القدم والتواطؤ للكاف، التواطؤ الكاف أيضا بضرب يعني لوائح العرض الحائط، ثم إرفاق وين تم إرفاق يعني هذه الخريطة المعتمد من طرف الهيئة الأمم المتحدة والتي توضع يعني إقرارها بأن يعني الأمور هذه وين في الفيفا هي في الطاس، مكان لا سياسه لا والو، في الطاس مكان لا سياسه لا والو. عندك حقك تجيبها، ما عندكش حق ما تجيبهاش. ونزيد نقولها لكم، انا مانيش مأمن في الطاس مع الدقيقة التالية. هي المهم كاين هذاك نيكولا، هذاك يخدم معاه واحد جزائري، يخدم معاه في باريس، هو محامي مختص في الصوالح. هذاك إلا كذب عليك الملف راك رابح، إلا قالك دير الملف تاعك وروح ما يبغيش يخسر الافير، يبغي يجيبها.
هذاك راه حاكم هو اللي راه يعني متكفل بهذه الامور، ما كان لا تونسي لا من لا مليار. التونسي هذا كي يعيط طلقوها وكلش، كاين ايطالي كاين سويسري وكاين كاين واحد من فرنسا ومعاه واحد جزائري. هذه هي اللي جا ذاك الجزائري اللي جاب لافير تاعه، لافير تاع الياسمه، نهار اللي برناوي حقر الياسمه، باش تعقلوا عليها، نهار اللي برناوي حقر الياسمه. هذه هي كما تم إفراق يعني الخريطة المعتمدة أيضا من الاتحاد الإفريقي، والذي يعترف بحدود يعني الحدود وبأنها يعني أرضية. شوف كيفاش موضوع المؤسسة الاتحاد الإفريقي، بينما لم يكسب الاتحاد العاصمة القضية أمام أمام نهضة بركان في إفريقيا. يعني والى جانب موقف الاتحاد الافريقي، شوف كيفاش، واستدل محامون في شكاويهم ايضا بالعديد من القضايا المشابهه، وفيها رفضت الكاف اعتماد يعني قمصان لكونها تحمل شعارات سياسيه، منها قمصان نادي شبيبه القبائل في نهائي كاس الكاف سنه 2021 بكوناكري امام الرجاء البيضاوي المغربي بعد اعتراض الفريق المغربي، رغم ان شبيبه القبائل قدم قمصان مكتوب عليها اسماء اللاعبين بالامازيغيه وهي لغه رسميه في الجزائر. كما ان محامون استدلوا ايضا بمنع الكاف سنه 2019 نادي شباب قسنطينه خلال مباراته امام نادي الافريقي بتونس من ارتداء قميص بشعار الملك مالك نادي شركة آبار، بحجة أن الشعار المالك يحمل خريطة الجزائر، واعتبرت الكاف وقتها ذلك القميص على أنه يحمل دلالات سياسية من جهة، وبأن مجال اختصاص المالك النادي الآبار هو نفسه مجال راعي الكاف وهي شركة توتال، وأجبرت الفريق الجزائري على وضع ملصق على شعار المالك النادي خلال المباراة. ومن بين الوثائق المقدمة قرر صاد عن يعني من قرار صادر عن الطاس لوزان في وقت سابق في قضية مشابهة، حيث فصلت الطاس لصالح نادي من كومباديا ضد الكونفدرالية الآسيوية لكرة القدم احتجاجها على سماح يعني النادي المنافس من وضع خريطة إقليم المتنازع عليه، وهي قضية رفع فيها نفس المكتب محاماة والتي تعاقدت الفاف معه. وحرص المكتب المحاماة أيضا على تقديم عدد من القضايا المماثلة والتي أثارت جدال بسبب البعد السياسي المنتهج من بعض الأندية، وكانت الطاس قد أنصفت أصحاب يعني طعون ضد تلك الممارسات وضد تجاوزات الكونفدراليات، وهو ملف الذي جعل محامون يطمئنون ممثلين الفاف على أن الطاس ستجد أمامها كل الحجج والأدلة القاطعة على أن الكاف داست على كل اللوائح بما في ذلك الميثاق الأولمبي، حيث سمحت لنادي يعني باستعمال السياسة في الرياضة. يا أخويا حسبها ما نعرف ما ما نعرف ما شو كيفاش أو ما تنجمش تعرف كيفاش. أنا من أمس الطاس الطاس غادي يجو كونت هيئة تجي كونت هيئة ما نعرف نقارعو ونشوفو ياه، ما نتقلقو، ما بنادم ما يتقلقش، نقارعو إلا جات ما جاتش شغادي يدير عليا، إلا جات صح ما جاتش نورمال.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.